بدأت تصفيات يورو 2024 بمباريات مثيرة، كان من أهم ما حدث بها تسجيل كريستيانو رونالدو هدفين مع منتخب البرتغال ليعزز موقعه كهداف المنتخبات رسميا ويصبح عميد لاعبي العالم في رقم قياسي آخر يبصم عليها الدون، فالأرقام التي سنخبركم بها حقيقية. كريستيانو رونالدو هو أول لاعب أوروبي يسجل في 20 عاما على التوالي. الدون يملك في رصيده 120 هدفا دوليا بقميص البرتغال. رونالدو كتب التاريخ مجددا كونه بات عميد لاعبي العالم رسميا بتغطيه الكويتي بدر المطاوع بعدما وصل إلى مباراته الدولية رقم 197، كما عاد لهوايته المفضلة بتسجيل الركلات الحرة. إن كان تحطيم الأرقام أصبح مملا فبعدما سجل هدفا من ركلة حرة اليوم، فإن الدون وصل لهدفه 60 من الركلات الثابتة على كافة الأصعدة سواء مع الأندية أو المنتخب.